أثارت التعيينات الأخيرة لعدد من أبناء شخصيات قبلية في مواقع قيادية بالجيش الوطني بشكل يتنافى مع قانون الخدمة العسكرية موجة من الأسئلة حول مشروعية تلك التعيينات. مؤخرا تداولت وسائل الإعلام قرارات تعيين أبناء عدد من مشايخ القبائل القادمين من خارج المؤسسة العسكرية قادة للألوية أو أركان حرب لها، وتم منحهم رتبا عسكرية وصلت لرتبة العقيد والعميد دون أن يتدرجوا في الرتب العسكرية الأدنى. قبل أيام تعرض المسؤول المالي لإحدى الوحدات العسكرية برتبة رائد لاعتداء من أركان حرب اللواء الذي يصغره في السن ويكبره في الرتبة التي حصل عليها، لأن والده تم تعيينه محافظا لإحدى المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. الواقعة التي تمت بسبب استقواء العقيد برتبته ومنصبه ورغبته في صرف مرتبات وهمية كشفت عن مدى الضرر الذي قد يتسبب فيه الدخلاء على المؤسسة العسكرية على روح الانضباط والشفافية التي ينبغي التحلي بها. تقول مصادر إعلامية أن هناك أكثر من 6 ألوية عسكرية على الأقل تم تسليمها لأبناء عدد من المشايخ وتم منحهم رتبا عسكرية عليا، بينما تلك الألوية موجودة على الورق وكشوفات المرتبات ولا وجود لها على أرض الواقع. من الواضح أن التعيينات في قيادات الجيش لا تخضع لمعايير الكفاءة والأقدمية والولاء الوطني واحترام القانون، وهو المسلك الذي خيب آمل اليمنيين في النأي بمؤسسة الجيش عن الاستقطابات وشراء الولاءات والتعيينات لأسباب مناطقية وجهوية. تنقية الجيش من الأسماء الوهمية والألوية الشكلية وتعزيز حالة الانضباط ودفع مرتبات المقاتلين بانتظام ورعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى هو الخطوة الصحيحة والتصحيحية داخل بنية الجيش، وليس التعيينات وشراء الولاءات على حساب أفراده. يستحضر اليمنيون ذاكرة بناء الجيش خلال العقود الماضية وما جنته التعيينات الجهوية على ولاء الجيش، وما أكدته الأحداث الأخيرة في مسألة الجيش اليمني والقوات المسلحة إن الخلل المؤسسي واختلال التوازن الوطني ومعايير الكفاءة كان أحد أسباب عودة الإمامة وإسقاط الجمهورية. وإذا ما تمت المقارنة بين مخرجات الحوار المتعلقة بمؤسسة الجيش والأمن، فإن ما يجري من تعيينات في الهرم القيادي مخالفة لهذه المخرجات التي أكدت على معايير الكفاءة والتوازن الوطني وتنقية الجيش من الاختلالات السابقة والراهنة.